والدتي الله يرحمها، وأختي الله يرحمها أسمهان برضو، وأخويا فؤاد اللي الحمد لله لسه عايش، وأنا أهو لسه ربنا عايش يديك برضو. الصحة. ف يعني والدتي لما سبب اللي احنا جينا بلدنا مصر، كان في ثورة في جبل الدروز مع طبعا عمي قائد الثورة السورية اللي هو سلطان باشا الأطرش، ومع عمومتي التانيين وأهلي كانوا بيحاربوا الاستعمار الفرنسي. فوالدتي خافت علينا ووالدي، فبعتونا قالوا روحوا انتوا اقعدوا في مصر لحين ان تنتهي الثورة ان شاء الله بالانتصار وترجعوا تاني لبلادكم. انا بعتبر انه كل بلد عربي بلادي واوطاني، فمصر جيت انا هنا حوالي سنة 1924 على ما اذكر، وكنا صغيرين. انا جيت عمري كان 7 سنين، لان اتولدت 1917. تذكر اليوم ده استاذ فريد؟ انا اذكر تذكر التشاش يعني، لانه جينا ودخلنا كلاجئين سياسيين، وقفنا في ما كانش معانا جوازات سفر، فقعدونا في المطار على ما اذكر، واحنا اولاد صغيرين ووالدتي ويانا. واتصلت السلطات والامن العام هناك، كان ايامها الله يرحمه سعد باشا زغلول، وقالوا لهم في عائله من عائله الاطرش في افراد كذا وكذا وكذا وجايين يطلبوا اللجوء السياسي، فسمحوا لنا وتكرموا علينا ودخلنا مصر كلاجئين سياسيين من عائله الاطرش، جايين هنا عشان خاطر نلتجئ كناس هربانين من الثوره في في ظروف ظروف عظيمة نعم يعني. عصيبه. فكانت النتيجه الحمد لله ان استضافتنا البلد المضيافه الكريمه باهاليها وناس الكرماء اللي فيها النبلاء، فدخلنا مصر. وبعدين طبعا ابتديت انا اروح المدرسه ووالدتي بعتتنا، وما تقدرش تتصور بقى العذاب اللي الله يرحمها والدتي تعذبته، لانه كنا مقطوعين عن اهلنا وما كانش في حد يعولنا. فكانت والدتي بتشتغل حاجات، تعمل مناديل بقوية. انا اتذكر والدتي كنت اشوفها بعناية، واتذكر الايام دي كانت تشتغل في البيت حاجات بترتر والحاجات دي عشان خاطر تصرف علينا وتعاولنا.